ليه كان وصلوا؟ أهلا وسهلا أخي تيبي. أهلا فيكي. كيف الزواج يا خضر علي؟ كتير منيح. ايه كويس. انا فشل زواجي. على كلين بتمنى تحافظوا على زواجكن. اختي جنول، انتوا لازم تحكوا سوا ولآخر مرة. الياس، انا مو حابة احكي معه بنوب. جنول، كل اللي كان عم يحكي الياس مزبوط. اذا بتنفصلوا بطريقة حلوة افضل، لانه رح تتواجهوا قدام القاضي، فلازم تتفقوا على رأي من هلأ. إذا هو حابب إنه يجرب أعطيه فرصة. تمام، أنا رح أحاول. تفضلي. هاي رفيقتي أوزجور، وبنفس الوقت محاميتكن. مرحبا. ما تشرفنا يا حضرة المحامية المحترمة. لا تفهميني غلط، بس هالوقت اللي جمعنا هو الغلط. في معك حق، ما كنت حابة توصلوا لهون. أحياناً إنهاء العلاقة بيكون منيح للطرفين وبيخليهم سعداء أكتر. تفضل. أي جنول، شو مبسوطة؟ تتركيني رح ترتاحي أكتر. أنا ما عدت حابة أكون معك بنوب. كل ما عم تخطر ببالي عم كون تعيسة. إذا رح كمل معك حياتي ما رح كون سعيدة ولا تعيسة حتى. شي كبير يا جنول، شي كبير. وأنا هلأ هون مشان ما تكوني تعيسة. شو بدك لسه؟ بس بدي تسامحيني. أخي تيبي، كل شي بده وقت. بتعرفي انه من زمان انسجنت، صح أوزجور؟ كنا ننتظر كل الوقت، ننتظر وبلحظة مو متوقعين صدر عفو. يعني بقصد أي شي ما عاد ننتظره بيصير، بيتحقق. أصبح كيف منعيش يا الياس؟ مو عايشين إلا على الأمل يا أخي. في عندي أمل يا الياس، في عندي أمل تسامح
وعندي الأمل لنرجع ونجتمع سوا مثل قبل. كيف بتتوقعي أني أتخلى عنك جونول؟ أنا ما عاد عندي فيك أمل أبدا. جونول اليوم كتير مزعوجة. نحنا لازم نتفهمها ونعطيها وقت أكتر. أعطيني هالورق لأشوف. نحن اتطلقنا. هلأ سامحتيني؟ لا. شو بدك؟ شو اللي عملته؟ انت ما عملت شي، بس مثل ما انا عم ابلع وجعي فانت لازم تبلع هالوجع كمان. هي شو بتقصد ابلع وجع؟ اذا بتقصد الرجال، هدول الرجال اللي رح يظهروا بحياتي الجاي، فهالشي ما رح ابلعه ابدا. شو قلت؟ انا ما بيهمني هذا الشي. كل هاي السنين وأنا عم فكر فيك، وأنت هلأ عم تعمل فيني هيك بسبب افتراء هداك الواطي اللي حاسب حاله أنه رجال. أنا صرت بهاي الحالة. رجال شو؟ لك أنت شو عم تقول؟ تاج على الراس، فكرت رح تهينيني بهالشي، ما عملتيها، حتى ما جرحتيني. شكرا لك. مو بهذا الشي رح حينك. استنى وأكيد رح تشوف شي تاني. وقتها رح شوف كيف رح تتشكرني. شو اللي عم تقصده الياس؟ فهمني. هلأ هي معصبة كتير. اي ما حق. لو شو ما عملت، شفت مو هيك؟ شو شفت؟ هي كيف انهارت. جنول قوية، لما انت بتنهار هي بتنتهي. Thank you.
نحن وين رايحين؟ جيب المصاري. ما عاد بدنا مشاكل. المصاري مو موجودة مكان التفجير. لكان وين موجودة؟ حاطينها بمستودع. وأنا شو دخلني بمصاريك؟ ليك بلشت مل. وقف على اليمين، وقف، نزلني. أنا اجيت لهون مشان أحكي معك وأنت بالك كله بالمصاري؟ مو بس المصاري يا إندر. لكان شو كمان قلي؟ قنابلك معك مو هيك؟ إيه معي. حلو، لكان هلأ أنت بتعطيني ياهن وأنا بدخل على المستودع وهنيك بسحب الدبوس، باخد المصاري تبعي وبدعس وبهرب. هذا الحل الوحيد لحتى نخلص من حقي اليوم. إذا بتعمل هيك شيء بتعرف إنه الريس خضر رح يبوسك من جبينك؟ حتى أنا رح بوسك هيلكر. روح. كيف بدك تدخل لجوا؟ لحتى يرضوا يعطوني المصاري أنا وعدتهم بكم شغلة. وصدقوك؟ مين ما بيعرف ضعفي قدام المصاري إندر؟ حكيك مزبوط. لو أنا كنت صدقت. يلا أعطيني القنابل. على القليل خلي معي شي قنبلة. لك يلا روح عود بالسيارة. بشو رح تلزمك؟ لك أنا سلاحي مو معي، خلي معي وحدة. سلاحي بالتابلو. أه. إذا لزم الأمر فيك تستخدمه. إيه معناها تمام. المصاري وين موجودة؟ المصاري بالسيارة. اندر بالسيارة على بعد كام متر بس. جيبوه. شغلي خلص، أنا لازم روح. بالأول بيجي إندر لهون بنقتله وبعدها بتروح. أنا عملت شغلي وكمان مثل ما بدكن، يعني ما لازم يموت إلا وما يتطلع فيني.
مادام انت خجلان ليش عملته وجبته لك؟ قلي كيف انقبض عليك إلكار؟ ما انقبض، أخذ مصاري وبعد شوي بيروح. ما فهمت. لا تواخذني إندر، اضطريت إني بيعك لإلهم. شو يعني بعتني ولاك؟ في إنسان بيبيع صديقه ورفيع عمره يا واطي؟ أنا كنت مضطر على الاختيار يا إندر، واخترت المصاري ما هيك؟ مو المصاري، اخترت إني أعيش. قلت لك إني ضعيف قدام المصاري. كيف بدك تعيش هلأ ولك إلكر؟ في شخص بهي الدنيا بيبيع أقرب صديق لإله؟ كيف رح تقدر تعيش؟ من بعد هلأ أي حدا بيرفضنا وبيروح لعند شاكر بيلي نحن منجيبه لعنده، ونهايته رح تكون مثلك إندر.
أهلين، الرئيس الياس إجا. ليش؟ ما بعرف ليش، في شي مهم. جاي لحاله؟ إيه معلم. جاي. حاضر معلم. خير الياس؟ ما في خير. شوفي اندر اليوم انقتل. ما فهمت. حقي وجماعته قتلوا اندر. مين اللي قالك؟ كذب. لا جسته مرمية. الكل مجتمع عنا بالمزرعة. اتصلت فيك وما رديت. قلت لحالي بيجي باخذك. ما كان مثلنا يا الياس. كان مثل الطفل. ليش هو يموت ونحن لساتنا عايشين الياس؟ هلا مو وقت البكي. رح ننتقم له يا إلكا. يلا شد حيلك. يلا. شو في جيلان؟ ما في حدا بقدر اطلب منه المساعدة غيرك. ما فهمت كلامك بصراحة. ما في حدا اوثق فيه. عن جد؟ كان في عندك شخص تاني توثقي فيه غيري بخصوص عمر؟ الحقيقة لا. بخص خضر علي؟ لا خضر. ليكي جيلان، إذا كنتي بدك تشتغلي فيني بخصوص خضر وتخليني أفقد أعصابي أنا ماني متحملة. عم يعمل شغلات. شغلات مثل شو؟ في وحدة جديدة يعني؟ أخطر من هيك. معقول يكون في شيء أخطر من هيك ممكن أنه يعمله خضر؟ بالنسبة لإلي في خضر عم يخبي عني شغلات، وواضح أنه هو عامل اتفاقية مع ناس، بس مين هن وشو نوع هاي الاتفاقية ما قدرت أعرف. طيب ليش ما عم تسألي لخضر؟ ما رح يخبي عنك. سألته عم بيخبي، حتى قلب أصلان عم بيخبي عني. ليش ما سألتي خضر علي؟ هداك ما بيخبي، بقلبه بيحكي كل شي. لا تفكري لي يا غبي، لأنه كمان هالولد طالع لأبوه بيحكي الشغلات الفاضية، وقت الحكي المهم بيتغابى منشان ما نسأله. بلكي في شي ما لازم تعرفيه ومشان هيك مخبي عنك. الواضح يا مريم انه بيتعلق بحياتي لحتى عم يخفوه ويخبوه عني لهي الدرجة وما عم يحكولي. ما في معنى غير هيك، اكيد بدهم يحموني وما بدهم يكون عندي علم.
أنا بشوف فيني ساعدك جيلان. خضر ما بيقدر يخبي عنك شي مريم. على أي أساس ما بيخبي؟ لا تفكريني غبية، حتى النسوان ما بيخبيون عنك. تمام جيلان، خلص لا تخليني أفقد أعصابي. مريم، أنت طلبتي مني شي وأنا عملته، وهلأ أنا عم بطلب منك شي. بدي إياكي تعرفي اللي عم بيخبوه عني وتجي تخبريني. أنا بوعدك إني ما رح أقلهم إني عرفت بهذا الشي منك لو شو ما صار. تمام صحيح، خضر ما بيخبي عني أي شي، بيحكي لي. بس أنا كمان لازم خبرك شغلة مهمة. جيلان بدها تعرف أنت شو مخبي عنا، رح قله هيك. يعني أنا رح كون صريحة معه. قلب أصلان وخضر وحتى خضر علي بتراقبوهن 24 ساعة مراد، لازم أعرف كل شي عم يعملوه. منفوت على التسجيلات؟ بس رح نعرف شغلات وبيجوز الأمر ما يتصلح. إذا ما عم يعملوا شي سري عني فما في شي مو ممكن يتصلح، والمعلومات بتخليها بيني وبينك. مدام ما بعرف كيف صار هيك، بس في مشكلة بالدواليب ولازم نحلها. شو ما صار يصير كمل. وصلنا على محطة بنزين. أمرك سيد. رح أطلب سيارة احتياط. ما في داعي تخاف يا مراد، ما في داعي. أكيد ونحن ماشيين فات شي بالدولاب. مدام لا تنزلي من السيارة لحتى تجي التانية. مراد لو سمحت بدي مي. بأمرك. مين انتو؟ عرفانين شو اللي عم تعملوه؟
الشي اللي ما فهمته انه هاد حقي، عم يساوي كل اللي بده اياه، ونحن لسه مجتمعين هون عم نسأل حالنا ليش عم يعمل هيك. هاد الزلمة راح وقتل اندر، شو معنى هالشي؟ انا ما عم افهم. لانه هاد الزلمة واطي، بده يضل حارق لنا اعصابنا ويوترنا طول الوقت. اندر محبوب الكل. مو مبارح رحتوا مشان عملية صلح رئيس؟ ليش هذا الجواب اجى عن طريق اندر؟ اللي مين كنت بدك يقتلوا قتش يقتلوني. الانسان اول شي بيشتبك مع الانسان اللي ما بيقدر يتفهمه. لو هاجم الرئيس او الياس او يشار او انا، رح نعرف انه رد على هجوم المستودع، بس حدا يقلي قتلوا لإندر شو بده يربحه؟ يا جماعة، نحن عم نفكر بهي الحادثة على أن مداهمة عادية للمستودع. هالمكان هاد مركز إنتاج للبودرة، ورسالة حقي ما رح تضل محدودة بإندر. السؤال اللي لازم نسأله أي واحد عليه الدور. طيب وليش ما يكون حقي هو اللي بالدور؟ معقول عم تسأل هذا السؤال؟ لأنه نحنا مو مرتبطين مع بعضنا البعض، والحقير حقي عم يستعمل هذا الشيء ضدنا، صح؟ في حدا قاعد على هالطاولة ومانو حاقد على حقي؟ شو رأيك سيد دونال؟ برأيي فيه قاتش عم يقعد مع حقي، أنا عم قابله، يشار بشوفه، مين غيرنا عم يقابله ما بعرف، بس إذا في كل هالمقابلات بالتأكيد هالشي بيعني إنه في شخص خاين. هذا أنت ولك قاتش، أنت بعتنا. خلينا نقول اني بعتكم. مقابل شو بدي بيعكم بالله؟ انا ليش لحتى بيعوا لاندر يلي اكتر شخص محبوب على هي الطاولة؟ انت لسه موجود. اسمع يا خضر، لو بصح لي فرصة اول شي بيعك لإلك. اخي تيبي، هذا هو الشي اللي بده اياه حقي، بده يوقعنا ببعضنا. هلا هو نجح بس مو عن طريق قتش. إلكار، لا تكون انت اللي بعته لإندر، لانك انت كتير مقرب منه. لا تكون ما عم تحكي لانك اكتر شخص زعل عليه. ما بعرف شو بدي احكي. احكي لنا مشاعرك بس. اندر كان معك قبل ما يموت، شو حكيته؟ شو قال؟ لوين راح؟ راح يشوف شي حدا مثلا؟ اندر كان حاسس، قال لي إلكار انت ما عاد في معك مصاري، بس انا معي مصاري، اذا بدك بعطيك جزء منه وبكون كتير مبسوط. قال لي الدنيا فاني، ما بعرف اذا كاتب اسمي كمان بالورثة. قلت له بلا مسخرة يا اندر وبلا هالحكي. هلا كان هو يقول ليش لحتى انا موت وانت ما تموت؟ قلت له ليش لحتى نحن نموت؟ حقي بموت، بس هو اللي مات. رئيس خضر، هالزلمة اذا ما كانت القنابل على خصره حتى على الحمام ما بيروح.
وإذا حدا سحب سلاح كان يسحب الدبوس وبيقتله وبيقتل حاله. يا ترى مين أخذ القنابل منه؟ ما في شخص ممكن يقدر ياخذ القنبلة من إيده لإندار. من الواضح إنه شخص قريب وشخص بيحبه كتير. كنا عن شاهين آخا، بلكي احترام لإله ما دخل على مكانه بالقنابل. احترام احترام. في أفهم شو هاد؟ المشاهد الأخيرة للمرحوم إندر قبل ما يموت. اللي هنيك إلكن. شو علاقته مع إندر؟ رح يجي رح يجي إندر، هلأ رح يجي. وهذا اللي بجنب إلكار ابنه للواطي حقي يالتشين. بدي اياكم تعطوني بس فرصة. صح ما بقدر رجعلكن إندر، بس بقدر سلمكن حقي. نحن ما طلبنا شي منك، بس طلبنا انك تكون شخص مخلص. وقلنا لك انه الصداقة فوق كل مصلحة وأي تمن. وشو عملت؟ رحت لأقرب شخص إلك واللي مستحيل يضحي فيك واللي رح يميزك من بيناتنا كلياتنا، وبعته ببساطة. وهلأ جاي لهون تقول أنا بسلمكن حقي؟ نحنا بدنا يرجع إندر. إذا بتقدر ترجع لنا إندر فبيصير عندك فرصة. رد عندك. ثمن الخيانة عنا معروف،
الشيء اللي مو واضح بالنسبة إلي لهلا، مين اللي خلانا نقتله لهذا إلكار؟ يعني قصدي هذا الفيديو كيف وصل لعنا؟ أنا اللي جبته. في ناس موصلينه للشباب اللي عندي وقالوا لهم بتاخذوه لمعلمكم. انتم ملاحظين حقي شو عم يعمل؟ هو ما عم يقتل اي حدا، بس عم يخلينا نقتل بعضنا. يا سادة، هاي ما عادت طاولة للتجارات، صارت طاولة الخيانة. يعني الربح والخسارة مبينين. كل الموجودين هلأ هون بدي يكون بعلمهم، بدل ما يموت اللي مثل إندر يموت اللي مثل إلكار. هلأ إذا في حدا هون ما بده هذا الشيء فينتقل لصفه لحقي ويحاربنا بكل رجولة وشهامة. الظاهر فقدت عقلك. بعرف وفقدت صوابي. تعرفي ليش بقى؟ ما بعرف مين اللي وصلك لهالحالة. انتي من يوم ضربتيني هداك الكف ما طلعتي من بالي. فكلي هدول لأضربك كفين تانيات. هالمرة خليني أضربك، يعني من شان ما تطلعيني من بالك. Geldim yine.